السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل زي مكتبة او نيش نحط فيها او درف كده نحط فيها الحاجة بتاعتي. طيب خلينا نعمل حيطة اهوت، وهنظبط اليونت. طيب لو مسكت دوت هتلاقي ان ده 8 متر، شايف ان انا ممكن نصغرها شوية اهوت. وخلينا نعمل الفلور بتاعتنا، ادوس تاب واعلم عليها اهو. تعال نشوف 3D اهيت. طيب خلينا نضيف مثلا زي مدخل هنا، اقول له ان انا مثلا عايزها تكون مثلا كيرتن وول، وهرسم كيرتن وول هنا كده. طبعا بيقول لي الاثنين فوق بعض ما ينفعش، فهقول له موديفاي واقول له اطرح لي ده من ده، خط ده اعلم على الكبير الاول بعد كده الصغير. ابص في 3D اهوت، ممكن نيجي هنا صغر ده شويه اهوت. ممكن تحدد ده وتغير نوع مثلا لنوع من الانواع اللي هي فيها تقسيمات جاهزه، او تبدا انت تعمل كيرتن جريد مثلا. تمام اهي مثلا بالشكل دوت، ممكن تخليها كده وتخلي ده كده، ممكن الناس تلغي اللي في النص فتفك وبعد كده تقول له ديليت. ممكن تيجي هنا تتعلم على الجزء خلينا نعمل شديد مثلا. طيب ممكن تقول له ان انا عايز اضيف مانيا بالشكل دوت لو انت حابب، وتقدر تغير النوع بتاعها. تيجي هنا في الايديت تايب وتقول له البروفايل انا عايز اغيره مثلا لدوت سيركل اهو، فتغير بالشكل دوت. طيب انت مثلا عايز تحول ده الباب، فبتعمل سيلكت ما بتلاقيش باب هنا، فبنعمل ايه، فبنروح لانسيرت واقول له ان انا عايز احمل فاميلي لود فاميلي، واقول له دور بس اختار النوع اللي هو يكون كيرتن وول بالشكل دوت هتيجي تعمل سيلكت هنا، وتيجي تقول له انا عايز النوع اللي هو دور بالشكل دوت. ده اتحول للوول بس لباب، بس يمكن ما فيهوش تفاصيل كتير فعشان كده بس مش واضح. طيب خلينا بقى نعمل الدرفة بتاعتنا هنا. فممكن تيجي هنا تقول له اركتكتشر، وتقول له كومبوننت، وتقول له موديل ان بليس، وتختار بقى انت عايز تخليها مثلا فرنتشر مثلا. اوكي واقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن على بيك ابلان، ونختار الحيطة ديت. تمام ونبدأ بقى نرسم الحاجة بتاعتنا. يعني ممكن نرسم مثلا حاجة بالشكل دوت من هنا لهنا. تمام ونبدأ بقى نشوف الشكل الدرف بتاعتنا تتعمل ازاي. انا على سبيل المثال ممكن تقول له مثلا عايز اعمل دي مثلا هنا بالشكل دوت، ونكررها. هنسيب مسافة في النص. اللي انت رسم دوت هيبقى عبارة عن فراغات. بالشكل دوت كوبي كونسترين. تمام ممكن الجزء اللي تحت ده بقى تعمل حاجة صغيرة كده على اساس مثلا ظرفة صغيرة اهو بالشكل دوت، ونقدر نكرر دوت اهو، بحيث برضو نسيب مسافة. طبعا احنا مش عاملينها بالمقاسات بالظبط، ممكن تجيبها دي كده وممكن نعدل فيها كده. هقول له موافق، هنلاقي الظرف اتعمل بالشكل دوت. اعمل سيلكت وابدا ايه، خليها تبقى بارده كده شويه اهوت.
تمام، تقدر تصغر المسافات اللي بينهم بحيث تقدر تحط اللي انت عايزه. طيب ممكن مثلا تفتح اتنين على بعض وتخليها مثلا مكان للتلفزيون. تمام، يعني ممكن اقول له شيل دول كده، عايزين نحط هنا تلفزيون ونشغل عليه حاجة كويسة. تمام اهو بالشكل دوت، بحيث لو انت عايز تحط تلفزيون او اي حاجة. طيب اوكي تمام. طيب ممكن بعد كده مثلا عايز تقفل الدرف ديت، تقول له عايزين كرييت، وتقول له اكستروشن، وتقول له الست بتاعنا هيبقى البلان دوت، وتقول له ان انا عايز ارسم مثلا من هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا. وتقول له موافق، وتقول له خش دي كده سنة صغيرة، ودي خليها لحد هنا. طيب محتاجين مثلا نخليها تاخد ماتيريال خشب، فتشوف الماتيريال اهوت. ونختار وود، حاجة بالشكل دوت. ودول برضو تختار لهم برضو خشب، بس حاول تختار نوع تاني من الخشب. الصراحة مش فاكر اخترنا ايه المرة اللي فاتت. تمام، فدي تظهر معانا بالشكل دوت.